صديقاتي أصدقائي الكرام، بالحقيقة عم بحكيكم من صوفر، بعيدا طبعا نحن في قلب الحرب، ولكن بعيدا عن المعارك ومطرح ما فيه قصر. والحلقة الحالية حبيتها كثير، وهون بدي أشكر الأستاذ علاء غريب على شغلتين. الأولى اللي هو تسمية الجروب عنده فريد الأطرش أعظم موسيقار أنجبته البشرية، للشرف كول أنه حب كتير، وكانت من خلال كلام شادة كلوديسيار عن موسيقار فريد الأطرش في حفلته في باريس أمام الرئيس ساركوزي رئيس فرنسا. وهون كمان على الشغل الثاني اللي وضع هالقصة بدي أحكيها وعجبتني كتير، على لسان صورة وصوت، على لسان اللي حكاها، اللي هو الصحافي المصري المعروف الأستاذ محمود معروف. كان البرنامج جزء من تكريم الموسيقى فريد الأطرش، والأستاذ محمود معروف حكي قصة أكثر من رائعة تختصر مجد هالإنسان وبتحطه بأجواء ساحرة حقيقية. بيقول حرفيا الأستاذ محمود، بيقول بسنة 1973 كنت بمكتب رئيس نادي الزمالك اللواء حسين لبيب، ومنتفاجأ كان وقتها الزمالك بأيام صعبة كتير، أيام حرب، وايام اشرف فيه النادي على الافلاس. نتفاجئ بدق الباب، باب المكتب، وبيطلع على الباب الموسيقار فريد الأطرش. نحن هيك بيقولها، نحن بصراحه مش بس فوجئنا، صعقنا بشوفته برؤياه من كنت السعادي. بيقعد الاستاذ فريد وبيفتح حديث مع اللواء حسين لبيب. بقول له سعادة اللواء، احترامك بالقلب، واللي خلاني اجي على المكتب هو لما عرفت امبارح انه احد العمال لم يستطع دفن ابنه بسبب ضيق الحالة المادية وهو بيشتغل عندكم، لذلك قررت بيني وبين نفسي، أنا بعرف الوضع العام كيف هو بكل الأبعاد، بعرف كيف وضع النوادي، هذا كلام فريد، وخاصة بالنسبة لي كلهم غاليين على قلبي، ولكن إنه نادي الزمالك بهالوضع أنا بشرفني قدم 3 حفلات تبرعا، وتكاليف 3 حفلات تكاليف الفرقة الموسيقية أنا بدفعها، وزيادة على ذلك فليكن مركز مكان الحفل ملعب وكل ما ينتج عن الحفلات لصالح نادي الزمالك ولصالح بالذات دفع مستحقات العمال حتى ما يوقع حدا منهم باللي وقع العامل اللي حكيتهم عنه بالنسبة لدفن ابنه. وكان الاتفاق وكان فرح العارم والشكر الكبير، واجتمعت هيئة الإدارية لنادي الزمالك في تلك الأيام 1973، وكانوا على قدر ما عندهم فرح على قدر ما عندهم إحساس بالمسؤولية، لأنه مش شغلتهم إقامة الحفلات أو ترتيب وتنظيم حفلة. اقترح أحد أعضاء الهيئة الإدارية أنه بيع، لو كلمة بيع مش حلوة، بس بيع الحفلة، إذا استعمل الأستاذ محمود معروف الكلمة، بيع الحفلة إلى أحد متعهدين الكبار اللي بيعرفوا يديروها وبيعرفوا يجيبوا لها ناس، وكان لهم ذلك، بتصور اسمه العريبي من كبار المتعهدين في تلك الأيام حفلات، وتمت الحفلة في الملعب، وحضرها بحدود 50,000
عشان ريعها يعود بكل اسف بدل ما يكون لنادي الزمالك يعود الى المتعهد بيخصم منهم ال 2000 جنيه، دفع له المتعهد باعوها ب 2000 جنيه للمتعهد. وكانت الطامه الكبرى لانه الحفله طلعت 20000 جنيه، يعني بيكون متعهد حط بجيبته حوالي 18000 جنيه، طبعا بدهم خصم منهم الاتعاب والإدارة الحفله كلها تكاليف، لكن كان مبلغ ضخم في تلك الايام بعمر كذا طابق بناء. ووقعوا بحيره نادي الزمالك. ليه؟ لانه التكاليف عليهم بالنسبه للعمال 4000 جنيه، 4000 جنيه معهم منهم 2000. لما بيعرف الموسيقار فريد أطرش بهذه الحاجه شو اللي صار بعد ما قام حفلته بيكون زعله كتير كبير، وبيقول لهم معلش خلاص انتم معكم كم 2000 وبدكم 4000 المبلغ الاجمالي مني، حدفع من جبتي 3000 جنيه بيصير معكم 5000، فليكن حقوق العمال مدفوعه وانتم بتشوف تتصرفوا بهالمبلغ الحرب مش حرزان الباقي اللي هو 1000 جنيه. وكان له ذلك، ولكن حبيت قولها للاجيال الحاليه والمستقبليه القادمه حتى ينعرف الميزه، ميزتين بهالموضوع هيدا بالواد الانساني، الكرم والشهامه، الكرم والشهامه اللي كانوا عند فريد بغير حدود، بغير حدود. وهناك على قدر ما عنده قصص عن الفن وعلى قدر ما عنده قصص عن كرمه وعن ابداعه وعن شهامته. اكتفي بذلك، وان شاء الله تكون الفكره وصلتكم بطريقه لبقه وسلسه وحلوه، ويعطيكم الف عافيه، وادعوا لنا للبنان انه يبعث السلام ويخلصنا من هالمشكله الكبيره 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 اللي عم نعيشها بشكل يومي. شكرا جزيلا، يعطيكم الف عافيه.